الابتكار الآن كمفهوم أصبح يعتبر مخرج للكثير من التحديات، سواء كانت على المستوى الاقتصادي أو حتى على المستوى الاجتماعي. من الأهمية بمكان هو الابتكار في الخدمات الحكومية حتى تقدم بشكل ذو جودة وسرعة. المحاور التي طرحت خلال الملتقى هي مترابطة فيما بينها، لما نتحدث عن الخروج السياسات، اختيار السياسات العامة قبل تطبيقها، أو نتحدث عن الخدمات العامة وإشراك المجتمع فيها، بلا شك أن يكون هناك أيضا الابتكار في هذا الجانب وتغيير ثقافة العمل مترابطة مع كافة المحاور الأخرى. السياسة العامة أو السياسات العامة بشكل عام هي مهمة جدا، لأنها هي المسير الأساسي لأداء الحكومات، أداء الاقتصاد. فالسياسة الواضحة واللي تم وضعها بطريقة رصينة جدا تخدم بإيجابية جدا. في سياسات تم تجربتها في أماكن مختلفة تحتاج إلى تطبيع لتناسب البيئة العمانية فقط، ومن ثم العمل بها بشكل مباشر. في كثير من الأحيان وفي كل الأحيان وليس كثير من الأحيان، من المتلقي لسياساتنا؟ المجتمع نفسه. من المتأثر بها؟ المجتمع نفسه. حان الوقت أن نغير آلية وضع السياسات العامة في البلد. أعتقد الوقت يتحتم أنه نغير آلية وضع السياسات إلى أن نصل إلى مرحلة، وأعتقد مرحلة مهمة، أنه اختبار السياسة قبل تطبيقها. ما هي الحلول وكيفية طرحها في الواقع؟ هناك حاجة ماسة للمواكبة القطاع الخاص من ناحية الطموحات، لأن القطاع الخاص له طموحات متزايدة، وبعضها طلبات داخلية من المجتمع وبعضها تأثير خارجي، لأن المجتمع الدولي أيضا يؤثر ويقدم خدمات مغرية جدا في التكنولوجيات إلى آخره. وأن القطاع العام ينبغي عليه أيضا أن يعني يرتقي بالمستوى الطموحات اللي القطاع الخاص يتمنى، سواء كان من ناحية الاستهلاك أو من ناحية تقديم خدمات لهذه الأمور الاستهلاكية. يجب تبني يعني أفكار تعتمد على أفضل الممارسات الدولية، نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وتبني مبادرات تساعد على تحقيق تنمية مستدامة أطول، وعدم الاعتماد الكلي على المؤسسات الحكومية. ملتقى عمان للتنافسية على مدى سنة الماضيتين فعلا فتح أرضية ممتازة يلتقي فيها أصحاب القرار والجهات المعنية والمجتمع المدني، بحيث أنه يتحاور المجتمع ويتناقش ويبحث عن أحسن الحلول، وتطرح هذه الحلول بحيث أن يمكن ترجمتها إلى سياسات واستراتيجيات قابلة للتطبيق وقابلة أنها تحسن من أداء السلطنة في مجال التنافسية العالمية. في إثراء نحن نؤمن بأنه هناك جوانب يجب أن يتم النظر إليها، ويجب أن تتضافر الجهود من أجل تحسينها. هذه تعتبر فرص بالنسبة لنا، إذا ما قمنا باستثمار الجهد اللازم لتحسين المناخ الاستثماري في بعض الجوانب، هذه مباشرة ستعود على الاقتصاد العماني بالكثير من العوائد.